إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الشهر الثامن بعد الولادة. يبدأ الطفل في هذه المرحلة بمسك الأشياء بكلتا يديه في الشهر بعد الشهر الثامن، ويرميها أيضا، ويستطيع الجلوس بحرية لفترة من الزمن، ويستطيع الوقوف إذا أمسكنا يديه. معظم الأطفال في هذه الفترة في هذه المرحلة يصدرون أصواتا مثل ماما وبابا، ويصبح الطفل اجتماعيا أكثر منذ قبل في هذه الفترة. وأيضا قد يمشي بعض الخطوات بمساعدة الوالدين، وفترات بعض الأحيان ينام ليلا كثيرا في هذه الفترة، يعني ينام في الليل لفترة طويلة، ممكن ينام إلى 6 ساعات إلى 7 ساعات. أيضا قد تكون هذه الفترة الفمية بين 7 شهور إلى 8 شهور، وتكثر حركة الطفل، حركة كثيرة، وأسلوب اللعب معاه يكثر هذه الفترة. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس البسيط جدا عن أهم النقاط الرئيسية في الموضوع. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، نشوفكم في درس قادم إن شاء الله.